السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد خاص بتسريب باكج عقد الترشيح 5 نجوم الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا بنسبة كبيرة إن شاء الله غدا يوم الخميس. قبل البدء في الاطلاع على هذا الباكج، أتمنى منكم إشراك في القناة تفعيل زر الجرس إخواني الكرام للوصول إلى 50,000 مشترك في أقرب وقت إن شاء الله. أما الآن خلونا ندخل مباشرة حتى لا يكون المقطع طويل إخواني الكرام. كما ترون تبقى لي باكج عقد ترشيح 5 نجوم الموجود داخل اللعبة فقط إخواني الكرام، يعني 8 ساعات، وسوف يكون حاضر معنا ان شاء الله باكج اسطوري. واول لاعب سوف ارشحه داخل هذا الباكج هو الفاريس في مركز سي اف بليفل 97 داخل التشكيله، ثم اللاعب التالي هو اوباميكانو في مركز سي بي بليفل 97، ثم اللاعب التالي هو شيلويل في مركز ال بي بليفل 97 داخل التشكيله، ثم الحارس مينيان هو اللاعب التالي في مركز جول كيبر بليفل 97 داخل التشكيله. اللاعب التالي الذي ارشحه بنسبه كبيره هو غريليتش في مركز ال دبليو اف بليفل 98 داخل التشكيله ان شاء الله. ثم المدافع التالي يعتبر من اقوى المدافعين داخل اللعبه وايدر ميليتاو في مركز سي بي، اتوقع هذه النسخه 98 او 99 داخل التشكيله. ثم لاعب انتر ميلان هو كالهانوغلو في مركز اي ام اف بليفل 99 داخل التشكيله ان شاء الله. ثم نجم هذا الباكج هو اشرف حكيمي في مركز الاير بي بليفل 99 داخل التشكيله.